خالد يعني مقابله للنسيان، نقدروا نقولوا النسيان الوداد. مقابله ماشي نسيان، مقابله خصها ما نبقاوش نقولوا خير بغيرها ولا برافو للعابه الا ما تقلقناش. وكما كشفتوا بلي انه الجماهير البيضاويه الوداديه جات من مدينه الدار البيضاء، واليوم حس لي الشرف انني بغيت نجي في السياره، جيت مع المجموعه ديال الوداد في الحافله، بغيت نشوف الاجواء وبغيت نعيش معهم هذه الاجواء ديال التنقل. عباء ديال التنقل ماشي مشكل، ولكن كنا كنتظروا من الفريق الوداد البيضاء انه يكون في المستوى، ولكن لا اللعابه ديال الوداد ولا الفريق حتى هو اللي لعبنا معاهم ما كانش في المستوى، ما كناش حاضرين. كنت كنعتقد بلي انه هفوه، بلي الاصابه والهدف اللي ماركاو جالاكسي بلي غادي يرجعوا في المقابله في الشوط الثاني. كما كتشوفهم تما واحد الفريق من صحاب الشعوذه، على حسب ما شفت الكواليس انهم من صحاب الشعوذه كيامنوا في الشعوذه. فريق ماشي في المستوى، فريق ضعيف، والوداد قالت لي ما كتعرفوش بلي انا كنحمل المسؤوليه دائما النصيري الانتدابات ديالو اللي هو اللي حملك، هو اللي جاب هاد اللعابه. بعض اللعابه ما يستاهلوش يلعبوا ماشي حتى في الهوات، فما بالك فريق الوداد البيضاوي. الفريق اللي باغي يلعب، اللي باغي الفلوس خصو يخرج الفلوس. الوداد مدخله الفلوس، معروفه في افريقيا وفي الدول العربيه وفي الخليج، وهاد السي الناصري كيضحك على جمهور الوداد، كيستهزأ بجمهور الوداد، كيستهزأ بتاريخ الوداد. ما يبقاش شي واحد يقول بلي الناصري فزنا معاه بالعقاب. الناصري حنا اللي وريناه، حنا اللي علمناه، وحنا اللي بينا ليه، وحنا اللي بيناه في الوداد. والناصري كيتحمل المسؤوليه ديال هاد الهزيمه، هاد الهزيمه اللي ما كناش كنتظروها وما كناش باغيينها. بدايه متعثره ماشي باش يصبح العشن وتعاود من جديد. بالنسبه للتنقل ديال الوداد هذا عاوتاني كنحملو الرئيس الجامعه، لا يعقل باغي ننظمو كاس العالم ما عندناش الملاعب في مدينه الدار البيضاء. جوج فروق من القسم الوطني الاول، فريق كيمثل الكره المغربيه سواء عربيا افريقيا ما تكونش عنده ملعب باش يتنقل هذا الجمهور تقريبا 250 كيلومتر حتى لمدينه مراكش. لا يعقل، ماشي باش نهزو المغرب باش نبينوا المغرب بالبنيه التحتيه، ولكن خص الملاعب. ما يمكنش انه غادي يبقى يتسد الملعب، ربما ما عرفناش وقتاش غادي يتحل من 2023 ربما حتى 2028. واش غنبقاو نتنقلوا؟ كان على الاقل يخليو ذاك الملعب ديال محمد الخامس ويفكروا يبنيو ملاعب اخرى، لانه هذا تخطيط غير حقيقي وتخطيط ليس في المستوى بالنسبه للبرمجه ديال المقابلات ديال الوداد سواء في مراكش او بعض المدن من غير مدينه الدار البيضاء. ما يمكنش نتقبلوها وما يمكنش نتنقلوا على قبل بعض المقابلات، والوداد عندها تاريخ ديالها وما نلعبوش في مدينه الدار البيضاء.